de retourner à des écoutes. ضمن الأساس أو الهدف الأساسي اللي كان مرحوم بومدين يشتغل من أجله هو تشييد الدولة الجزائرية المعاصرة أو العصرية بالمعنى الكامل لهذا التعبير. ونذكركم بأنه جاء في البلاغ بيان 19 جوان بأنه ينبغي تشييد دولة لا تزول بزوال الحكومات ولا الرجال. كنا نعرف بأنه الجزائر فقدت الدولة تاعها منذ أكثر من قرن، وفقدتها حتى في الأذهان الناس، يعني في أذهاننا. ولو حاربنا مدة سبع سنين ونص الشعب تاعنا وأدى الثمن الغالي من أجل الاستقلال، ولو ناضلنا، إلا أنه فكرة ومفهوم الدولة ما كناش نعرفوها. كنا نعرفوا الدولة الاستعمارية، لكن كدولة جزائرية ما كناش نعرفها. لازم نسترجع أول الدولة بمؤسساتها، وأكثر من ذا وذاك لازم في المخاخ تاعنا مفهوم الدولة يكون موجود. إذا اشتغل لإرساء قواعد الدولة بمؤسساتها، وفكرته أنه هذه الدولة تكون دولة المجالس من القاعدة إلى القمة. والتنمية تتطلب آنذاك بعد 65 أنه نسترجع الثروات الوطنية لمدة 6 سنوات من 65 إلى 71، كانت معارك لاسترجاع الثروات الوطنية وتأميم كل ما هو في الأرض الجزائرية حتى تسخر هذه الثروات من أجل التنمية.